عليكم خاوتي، معكم حليم من قناة مراد فيزا فاموس. مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندنا. ها اليوم الاخ اليوم ما تحصل على فيزا ملف سهل، ما في حتى تعقيدات، واستفادوا من التجربة تاعنا ان شاء الله. واليوم راه يحكي لنا كاع التجربة تاعو باش نكون تستفادوا معنا، مع تستفادوا من التجربة تاعو. وما تنساو خاوتي ديرو لنا بارطاج وجام الفيديو باش يطلع الناس اخرى تستفاد والناس كتستفاد من القناة، العقوبة اللي مازالوا ان شاء الله. السلام عليكم مراد، كير اخويا صباح لاباس هانيه مراد. هذا الفيزا تاعي ديتها اليوم ان شاء الله. تبي كاع خاصك معلومات ونقول لك دوسي فري زعما فري فري مراد فري زعما صالاري قاعد تحت اقل من 4 مليون. نقول لك اش درت. السلام عليكم اخي، معك حليم. كما تعرف مراد خونا راه غايب وان شاء الله يرجعنا في اقرب وقت. مبروك عليك الفيزا ان شاء الله، وماذا بينا عندنا شي اسئله نطرحهم عليك على الاقل باش الناس تستفاد من التجربة تاعك. وشكرا على المشاركة تاعك في هذه القناة. وعليكم السلام اخي حليم، كيف خويا لاباس بخير؟ واخا تقرا الميساج تاعك هذا يوصلني. مرحبا بك خويا، اي سؤال بغيت تسقسيني سقسيني انا نجاوب خويا، ايش كاع المشكل. شكرا اخي وبارك الله فيك، وان شاء الله الناس تستفاد كاع من التجربة تاعك. اول سؤال هنا، انت وقتاش دفعت؟ وقتاش حكمت رانديفو؟ وقتاش دفعت خويا؟ انا دفعت ال 27 جوي صافي خويا، دفعت بالخميس وما جاني حتى ميساج. وكان مراد كان يدير لي لايف في اليوتيوب، كنت نسقسي على الميساج قال لي نورمال، قال لي معليش خويا صافي. والرونديفو خويا حكمت وحدك ولا كيف تحكم؟ باش حكمت رونديفو خويا 23 اوت على 11 وصلني ميساج باللي الباسبور تاعي راه عنده ام اس. بو لو رونديفو خويا حكم لي واحد الصديق، واحد صاحبي حكم لي، مشينا حكمته. ثم انت تسنيت قريب قريب شهر باش رجعوا لك. واه ما با شهر نيشان، واه 25 يوم باش رجعوا لي. واه وانت دفعت من قبل ولا اول مره تدفع هذه؟ ثم اسكو عندك روفي من قبل ولا ما عندكش؟ كان عندي روفي في سبتمبر 2022، كان عندي موتيف 3 سبتمبر 2022 كان عندي ريفي تما. وانت اخي متزوج ولا سيليباتير؟ سيليباتير خويا، سيليباتير. بون خويا، وانت دفعت دوسي تاعك سالاري ولا كوميرسون؟ انا سالاري خويا، سالاري عندي فيش دو بي تي اي 3 مليون و 950. كيما سمعت اخوتي خاوتي، لا بي تاعو ماشي حاجه كبيره، اقل من 4 ملايين، يعني دوسي سامبل ودفع به وصح تحصل على فيزا. دي طرات نفسي كنت خدام خويا عند الخاص ولا عند العام؟ خدام عند العام، عند الدولة اخي، يخدم في مستشفى. واش راه عندك خدمة خويا؟ عندي خدمة من سبتمبر 2019، عندي 4 سنين خدمة. درك اخويا قول لي واش درك في الدوسي تاعك خويا؟ دوسي تاعي خرج افيلياسيون من لاكاز دورون تاعنا، درت 3 ديني فيش دو بي ريليفي مونيمون، درته من جونفي 2023 حتى لجوي 2023. سي سي بي تاعي درته من جونفي، ريليفي سي سي بي درته من جونفي 2023 حتى جوي 2023. والكونت اورو درت 1780. بيان سيغ بليس اتيستاسيون دو ترافاي، وحنا ما عندناش تيسي دو كونجي، عندنا اتيستاسيون دو كونجي كان فيها، كنت نسالهم شهر هنايا داو لي اتيستاسيون دو كونج. والكونتينر تاعك شحال كان فيه ولا شحال خليت فيه ولا؟ الكونتينر تاعي كنت مخلي فيه تاع لابي تاع شهر جوي، هذا ما كان، كانت فيها 4 مليون هذا ما كان. شفتوا جماعة هاو الكونتينر تاع ما فيه والو، فيه غير 4 ملايين. ما تسمعش واحد يقول لك كونفي فيه دير 4 مليون دي 5 مليون، باسكو انسان سالاري لاباي تاعو باينة تدخل كل شهر تدخل لاباي تاعو، ماشي طبيعي حق هذا، ماشي كوميرسون يدير ترويج الحساب ولا حاجة، هذا سالاري شاك موا تدخل لاباي تاعو زعما 4 ملايين في الكونت تاعو وعطاولو فيزا نورمال. بصح شو ولا الشهور اللي قبل شغل ماكش نقلع لاباي تاعهم، تاعهم دي فوا نقلع حتى ل 15 دي فوا نقلع حتى ل 20. الكونت اورو اخي، الكونت اورو انا كان عندي الخميس رونديفو كنت داخل في اي بي، اما الخميس الصباح اخي رحت البنكة ديت فيرمون عطيتهم ورقه تاع فيرمون 1780 هذا ما كان. صح اخويا كي دخلت باش تدفع
واش حكموا عليك؟ اسكو الاوريجينال مع فوتوكوبي ولا فوتوكوبي وحدهم؟ قلنا واش حكموا عليك تما في البيادس؟ حكموا عندي، حكموا عليا كاع ورقي الاوريجينال ابار لا سيرونس، كاع ورقي اوريجينال ديهم ابار لا سيرونس، لا سيرونس ديال فوتوكوبي. خويا شحال خلصت في اي بي؟ في اي بي قالوا لي من الكونت تاعي قالوا لي 6000 دينار 600 شويه صرف هكا والله ماني عاقل، بس الكونت تاعي كان فيه دراهم عليها ما عرفتش عقل عود. وعلاش كي رحت تما عندهم ما خلصت والو؟ لا تما ما خلصت والو، انا معلي درت الرونديفو قالوا لي من لاكارت تاعي، قالوا لي ديريكت من تماك من وصلت عندهم خلصت غير لي فريت فيزا تاعي 13500. ايه ثم قامت لك كاع الزملاين مع 600 دينار اللي قراك من لاكار تاعك مع 3500 تقريبا الزملاين خلصت كل شيء، ثم كومبليت الزملاين. واه هذه هي 20 دينار كل شيء بليس فورمولير و ريزرفاسيون دوتيل و تيليكس بي و لاسيرونس درتهم برا عند واحد صاحبي. لا درت ريزرفاسيون دوتيل كونفيرمي كونفيرمي ما درتش فونتشيغ. الله وفي الفورمولير كي عمرت الفورميلار تاعك وقتها درت ديبار بين من نهار رونديفو حتى بين ديبار شحال درت؟ شهر شهرين شحال درت؟ درت ديبار ابري 3 مو، درت لا فان اكتوبر الفورميلار ودرت لاسيرونس و ريزرفاسيون دوتيل و تيليكس البي درتهم قعدات وحده يبدو لي من 23 اكتوبر. اخي نشكرك على المشاركه تاعك معنا وبصحتك الفيزا اخويا، عقوبه اللي مازالوا ان شاء الله وبارك الله فيك خويا. ما كاش كاع مشكل خويا، ان شاء الله كل واحد دار متمني يدير الفيزا ان شاء الله يعطوه ان شاء الله. هدي يا خويا الله يحفظك الله يعطيك الخير. في الاخر خاوتي كما راكم تشوفوا دوسي سامبل سالاري ما زاد ما نقص، دار الوثائق اللي قلنا عليهم في الفيديو تم نصائح تاعنا واستفاد من الفيديوهات اللي درناها من قبل، تحصل على فيزا نورمال. بس كل فيزا شوف الفيزا هي تركز 90% على الملف تاعك، كل ملف تاعك منظم ومريقل ومستفو يعني عندك حظ كبير باش تدي الفيزا. تبقى من بعد هذيك تاع كونسيل يعطيك ما يعطيكش، هذيك هو حر مي انت نظم الملف تاعك على حسب واش نقولوا هنا. بس كو هذا سالاري دفع سامبل ما در ما غونفلا لا بي ما غونفلا في الكونت تاعو ما قوم لا في الدينار لا في الاورو، الاورو دار 1350 ما درش حاجه كبيره، ما ديش باسكو لاباي تاعو هو الحساب لاباي تاعو دار اقل من 4 ملايين ما كسرش بزاف. هذا ما كان دوسي سامبل عادي تحصل بفيزا. وفي الاخر خاوتي ان شاء الله كاع تدوا الفيزا ان شاء الله ومرحبا بكم، وديروا لنا جيم بارطاج الفيديو باش يلحق ناس اخرين تستفاد.